وللمزيد حول تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي في ظل المناورات العسكرية التي أجراها الجيشين المصري والسوداني تحت اسم حماة النيل، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي المصري ياسر عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك. أهلا بحضرتك ومشاهديك الكرام. بداية، أزمة سد النهضة تتصاعد مع اقتراب الملء الثاني للسد، كيف ترى موقف أطراف الأزمة وهل من شواهد لوجود أي انفراجة محتملة؟ طبعا الأزمة طبعا بين أطراف ثلاثة رئيسية، هي دولة السد نفسها ودولة المشروع نفسها هي أثيوبيا. أثيوبيا متمسكة بموقفها ومتعنتة يعني ومصممة على الملء الثاني. يعني احنا بتصلنا ايام على الفيضان، ومن ثم اثيوبيا مصممة على انها تستفيد من فترة الفيضان القادمة وتملأ الملء الثانية، وده هيضر كتير بكل من السودان ومصر. يمكن الضرر على السودان هيبقى اكبر شوية من مصر، وده اللي مخلي السودان بتسعى بكل الطرق للحل السلمي لهذا الأزمة. وأزمة السودان الآن هي أزمة معلوماتية، يعني هي أكتر من مرة تروح لأثيوبيا وتتكلم في إن تعال نتشارك فقط على إدارة السد علشان خاطر ما يحصلش مشاكل. أنت عارف حركة السنة اللي فاتت في الملأ الأولى كان حصل منع للمياه فجفت الأراضي السودانية وخسر السودان آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية اللي كان بالفعل كانت على وشك الإثمار. وبعدين بعد كده لما زادت المياه على السد بدأ يفتحوا السدود ففاضت المياه فغرقت السودان. فالسودان مشكلتها طبعا مشكلة معلومات، لكن في القاهرة بالنسبة لها المشكلة هي مشكلة أبعد شوية لكنها ستؤثر بشكل أو بآخر ستعقد الأمر إذا ما تم الملء الثاني، لأن الحل أو الخيار العسكري اللي بدأ يطرح الآن يتأزم أكثر إذا تم الملء الثاني. طيب، بالحديث عن مناورات حماة النيل التي أجراها الجيشين السوداني والمصري، هل تتوقع مواجهة محتملة بين يتم الإعداد لها؟ لا سيما أن بعض المراقبين يقولون أن المناورة بروفا لضرب السد. يعني هو في قاعدة في العلوم العسكرية بتقول إذا أردت أن تمنع الحرب عليك الاستعداد له. أنا أظن أن ما يحدث ما حدث في مناورة حماة النيل، وقبلها كان نسور النيل واحد ونسور النيل اثنين، وقبلها كان في مناورة كبيرة كانت على البحر المتوسط بين الجيش المصري والجيش السوداني، كل هذه الأمور هي مجرد تلويح بالقوة ليس إلا، واحتمالية الوصول للحرب احتمالية يعني ما نقدرش نجزم بيها، لكنها حتى الآن هي مفتوحة، لا سيما وأن الاتفاقية العسكرية اللي تمت ما بين الجيش المصري والجيش السوداني في مارس الماضي كانت إشارة واضحة أن هناك تبييت لعمل عسكري محتمل. نعم. طبعا الاتفاقية بتتكلم على التدريب والتأمين ورفع الكفاءة، لكننا ممكن ننبش في الماضي ونخرج اتفاقيات للدفاع المشترك ما بين مصر والسودان، ومن ثم تستطيع مصر وهي دولة قوية في أفريقيا لا شك بجيشها يعني تستطيع أن تخرج هذه الاتفاقية ويكون عمل عسكري مشترك ما بين مصر والسودان. طيب، على الرغم من كل ذلك أستاذ ياسر، لا تزال إثيوبيا تتعامل مع الأزمة على أن هناك من يريد أن يأخذ حق أصيل من حقوقها، وأن حق توزيع حصص النيل من حقها هي وحدها. ما هو تفسيركم لذلك السلوك؟ أثيوبيا عندها إشكالية كبيرة، هي يعني سبب الأزمة، محور الأزمة من بداية سد النهضة، بداية مشروع سد النهضة، أن أثيوبيا تظن أن كل الاتفاقيات التي تمت خلال 120 عام الماضية يجب أن تمزق وتلقى في سلة المهملات، وتضع أثيوبيا قواعدها الجديدة يعني توزيع حصص المياه كما تشاء. هي ترى أن النيل هو يعني ينبع من عندها، فمن ثم من حقها هي التي توزع حصص النيل كما تشاء. ضاربة بذلك كل القوانين والقواعد الدولية. أنت تعرف أن النيل هو بيسموه من الأنهار الدولية لأنه بتتشاطئ عليه 11 دولة، ومن ثم
لا يجوز لاثيوبيا باي حال من الاحوال ان هي يعني تستبعد هذه القاعده القانونيه الراسخه في القانون الدولي وتقول ان النيل بينبع من عندي وانا من حقي ان انا اوزع النيل كما اشاء، وانا متضرره من ان مصر بتاخد نسبه اكبر وهي دوله مصب ومن حقها برضه في القانون الدولي ان هي تاخد النسبه الاكبر وتوزع النيل على مزاجها وتقفل النيل. خد بال حضرتك ان هذا السد هو سد عدائي بامتياز، لان كان الاتفاق بالاساس ان يكون هذا السد هو سد كهرومائي، يعني تنساب المياه في مقابل ان تولد اثيوبيا الكهرباء، لكن اللي حاصل الان ان اثيوبيا تمنع المياه وتريد ان توزع الحصص، وهذا التعنت يعني يفضي في النهايه الى صراع محتمل. طيب كيف ترى الموقف الامريكي من ازمه سد النهضه في ظل تحرك المبعوث الامريكي مكوكيا بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الموقف الامريكي يعني موقف مضطرب، يعني ما بين ان هو عايز يحل الازمه وما بين ان هو بيستدعي الوسطاء، يعني مثلا دخول قطر على الخط. طبعا قطر الان هي ترأس الدوره الحاليه في الجامعه العربيه ودورها ان هي تحل مشكله من مشكلات الاعضاء الموجودين في الجامعه، فتدفع قطر لحل هذه المشكله في بعض الاحيان، لكنها في النهايه شئنا ام ابينا ان احنا لازم نصرح بان امريكا هي شريك في سد النهضه وتعمل عليه نكايه في الصين التي الشريك الاكبر في هذا السد، وكل هذا الامر يضيع في سبيله حقوق مصر وحقوق السودان وحقوق شعوب تعيش على مياه النيل. طيب استاذ ياسر، انت اشرت الى ان المناورات هي من اجل التلويح بالقوه كي تردع اثيوبيا عما تقوم به، او تبين للناس ان مصر والسودان تمتلكان القوه للحصول على ما تريدانه، لكن لنفترض ان سيناريو الحرب قد فعل، كيف ستكون الاوضاع؟ يعني انا طبعا يهمني طبعا مصلحه بلدي ومصلحه العرب، لكن لا اتمنى باي حال من الاحوال نشوب حرب، لكن نشوب حرب معناه ان القرن الافريقي بالكامل سيشتعل، وده يضرر بالنتيجه مصالح كل الدول في العالم الكبيره. طبعا انا قصدي لان لو فكرنا في ان امريكا مهتمه جدا بالقرن الافريقي بعد ما دخلت الصين بقوه من خلال مشروع الطوق والطريق، فرنسا اللي موجوده تاريخيا موجوده في القرن الافريقي، بدات بعض الدول الصغيره تتحول القرن الافريقي زي الامارات مثلا ووجودها في اريتريا مثلا من خلال مواني، كل هذه الامور تجعل القرن الافريقي كله يشتعل، ومن ثم مصالح العالم كله ستكون على حافه الهاويه. تعلم حضرتك ان القرن الافريقي هو مدخل لحوالي 17% من تجاره العالم، فاشتعال هذه المنطقه هي يعني بمثابه اشعال في الاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي الان لا يحتمل ابدا في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بيعيشها من خلال الكورونا وما قبله من الازمه الاقتصاديه اللي بيعيشها، لذلك انا ارى ان يعني سيهرول العالم كله لاطفاء الحريق في القرن الافريقي. نعم، الكاتب والباحث السياسي المصري ياسر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.